اللي في الصورة دي اسمها ريهام، المعنى الحقيقي لجبروت امرأة عندها قدرة غير عادية انها تأثر على اي شخص تعرفه وتخليه جبار زيها. الحلقة دي مليانة دروس في الحياة، اهمها ما تدخلش حد بيتك. 2013، محمد شاب عنده 25 سنة، شاطر ومكافح في شغله، عايش ومستقر في منطقة العامرية في الإسكندرية، وقرر انه هيتجوز، واختياره كان على قريبته ريهام، وكل العيلة كانت فرحانة بقرار محمد انه هيتجوز ريهام، جميلة ومتعلمة وعندها 23 سنة. ريهام خلصت دراستها وقعدت في البيت، هي اصلا من سوهاج لكنها كانت مقيمة مع باقي العيلة في العامرية، ولأنها كانت جميلة فكان عندها علاقات كتيرة لكن كلها كانت في السر، والعيلة ما كانتش عارفة أي حاجة عن تصرفاتها. ولما محمد اتقدم لها علشان الجواز وافقت، بس وافقت مش علشان بتحبه، وافقت علشان هو مناسب مش أكتر. محمد وريهام اتجوزوا وقعدوا فترة طويلة عايشين بشكل عادي، لكن محمد كان دايما عنده إحساس إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل، وده بسبب نظرات الجيران لي ومن اهل المنطقة اللي هم عايشين فيها. لكن ريهام كان عندها قدرة غير عادية انها تنسي محمد وتخليه ما يركز في كلام الناس، وتمر سنتين وربنا يرزقهم بطفلين، ومحمد طبيعة شغله بتخليه متواجد برا البيت لفترات طويلة، والحالة دي كانت مريحة جدا بالنسبة لريهام لانها محبتش محمد اصلا، ولانها كمان محبتش العشرة معاه. وخلال الفترة دي كان في اكتر من شخص بيكلم ريهام على التليفون، لكن محمد ما كانش واخد باله خالص، لان ريهام كانت بتستغل اول ما محمد ينزل من البيت تفتح التليفون وتبدأ تعمل المكالمات بتاعتها، واول ما يرجع على البيت تقفل التليفون بسرعة علشان محدش يتصل بالغلط. ومحمد كان ليه واحد صاحبه اسمه شحاتة، وشحاتة ده كان سواق على توك توك، وكان بيطلع لمحمد البيت كتير يقعدوا مع بعض ويسهروا. وللأسف وبرغم ان شحاتة كان صديق مقرب جدا لمحمد، الا انه هو كمان كان عنده جبروت غير عادي. شحاتة بدأ يعجب بريهام، يعجب بمرات صاحبه، وبدأ يحاول يلفت انتباهها ويحاول يوضح لها انه معجب بيها، فقرر انه هياخد رقم تليفونها، فيستغل انه موجود في البيت عند محمد، ومجرد ما محمد يقوم علشان يدخل الحمام ياخد التليفون الشخصي بتاعه ويطلع منه رقم ريهام ويسجله عنده، وبعدها يحط التليفون على الترابيزة عادي، واول ما يجي محمد كأن مفيش اي حاجة حصلت. بس شحاتة ما عملش كده لوحده، شحاتة كان حاسس ان ريهام كمان معجبة بيه، كانت طول الوقت بتبدله نظرات، وكانت بتحاول دايما تخلق معاه مساحة للكلام والضحك. وشحاتة لانه صديق محمد المقرب فكان كتير يسمع عن المشاكل اللي بتحصل بين محمد وريهام، وكان بيحاول يلعب دور الملاك ويصلح بينهم، لكنه في الحقيقة كان بيحاول يجمع اكبر كم من المعلومات عن ريهام علشان لما يكلمها يبقى عارف عنها كل حاجة. فقرر انه هيتصل على ريهام، لكن الجراء اللي جات له دي كان سببها ايه؟ انه كان بيسمع من ناس كتير في المنطقة ان ريهام على علاقات متعددة مع رجالة كتير في نفس المكان، وان جوزها محمد ده راجل طيب ومحترم وما يعرفش اي حاجة من اللي بيحصل. فقرر شحاتة ان يخون صاحبه واتصل على ريهام، وكان خايف في الاول انها تصده او تقول له اي حاجة او تبلغ محمد باللي حصل، لكنه اتفاجئ ان ريهام كلمته عادي وفتحت معاه موضوعات كتير، وقالت له انها مبسوطة جدا انهم اتكلموا مع بعض، ما فكرتش حتى تسأله انت جبت رقم منين. ريهام في الفترة دي كانت لسه مخلفة ابنها التاني اللي عنده 3 شهور، ومحمد كان مراعي بيته وولاده ومراته، وفي نفس الوقت ده ريهام كان بتبدأ تعمل علاقة مع شحاتة، وبدأت المكالمات بينهم تكتر لحد ما وصلت ان شحاتة بقى يجيلها البيت مجرد ما محمد بينزل يروح على شغله، واللي كان بيظبط المواعيد دي ريهام، لانها كانت بتنقل خط سير محمد بالظبط لشحاتة، لحد ما محمد يبدأ يحس ان في حاجة مش طبيعية بين ريهام وبين شحاتة، بس ما كانش متخيل ان العلاقة بينهم ممكن تكون واصلة لكده. فاول قرار خده محمد ان يكسر تليفون ريهام ويرمي الخط بتاعها ويشتري لها خط جديد، لكن ريهام اول حاجة عملتها كلمت شحاتة من الرقم الجديد، وفضلت العلاقة بينهم مستمرة عادي لحد ما محمد غير الخط
لتاني مرة والتالت مرة غير لها تلات خطوط، وما كانش عارف ان ريهام معاها خط رابع كمان هو ما يعرفش عنه اي حاجة. والسؤال هنا ليه محمد كان مستمر في الجواز من ريهام برغم انه كان شاكك فيها، وده لسبب انه كان عايز يحافظ على بيته وكان خايف على مستقبل اولاده، تحديدا ان ابنه الاولاني عنده سنتين وابنه التاني تلات شهور بس. لكن ريهام ما كانش فارق معاها اي حاجة من الكلام ده، لحد ما محمد اتأكد ان في حاجة بين ريهام وبين شحاتة، فقرر انه هيحبس ريهام في البيت وانها مش هتنزل خالص، وكلم شحاتة وطلب منه انهم يتقابلوا. اول ما قعد معاه هددوا انه لو اتصل بمراته تاني هيقتله، لكن شحاتة انكر كل حاجة محمد بيقولها واقسم له انه كل اللي بيفكر فيه ده مش مظبوط. لكن محمد كان متأكد ان في علاقة بينه، وكان معاهم واحد صاحبهم تالت في القعدة وهو اللي هدى الموضوع بين شحاتة وبين محمد. شحاتة كان خايف من الفضيحة، وده لانه راجل متجوز وعنده طفلين، وكل الناس وهو شخصيا قال ان مراته احسن منه 100 مرة. طيب خوفه من الفضيحة ده خلاه يبعد عن ريهام؟ بالعكس، اتفق هو وريهام انهم يتخلصوا من محمد لانه عقبة قدامه. والجبروت في ايه كمان؟ ان ما كانش فيه بينهم اي اتفاق انهم هيتجوزوا، يعني مش مثلا عايزين يقتلوا محمد علشان يتجوزوا، لا، هو قتل لمجرد القتل. وبدأت ريهام تخطط وتنقل كل حاجة بتحصل في البيت لشحاتة، وتنقل كمان لشحاتة محمد بيفكر في ايه. وفي اليوم اللي حددوه علشان ينفذوا فيه الجريمة، محمد كان نازل مسافر فعلا، فريهام اتصلت بشحاتة وبلغته بخط سيره وقالت له هيركب منين بالظبط. شحاتة خد التوك توك بتاعه ودخل في نفس الشارع اللي هيمشي منه محمد، والمفروض انه هيقابله بالصدفة. وفي نفس الوقت كان محضر باقي الخطة، قالب اسمنت كبير بيتقال عليه الرمانة، وجنزير حديد كبير علشان يربط محمد فيه، وتحرك بالتوك توك في اتجاه محمد. واول ما قابله عمل انه مش عارف محمد رايح فين، فلما قال له انه مسافر فطلب منه انه يوصله وانهم يصلحوا الخلافات اللي بينهم ويهدوا بينهم المشكلات. واول ما وصلوا جنب بحيرة مشروع ناصر والقالب الاسمنتي والجنزير موجودين جنب البحيرة، نزل من التوك توك ومحمد نزل وراه، وافتعل شحاتة خناقة من لا شيء، واول ما رد عليه محمد ضربه على راسه وخنقه لحد ما تأكد انه مات، وبعدها ربطه بالجنزير وعلقه في القالب الاسمنتي ورماه في البحيرة علشان يستقر في العمق. واول حاجة عملها كلم ريهام وقال لها ان محمد سافر، وطبعا ريهام فهمت انه كده موته. ويمر يومين وشحاتة يكلم ريهام علشان يجيلها على البيت، لكن ريهام تطلب منه انه يبعد عنها الفترة دي تماما علشان محدش يشك فيهم. والد محمد كان عارف ان ابنه مسافر، وكان المعتاد انه بيتصل بيه يطمنه عليه انه وصل او يطمن على والده، وده العادي بتاعه، لكن ده ما حصلش. فوالد محمد اتحرك وطلع على بيته وقابل ريهام اللي قالت له ان محمد ما كلمهاش خالص وان تليفونه مقفول من بعد ما نزل بساعتين وانها مش عارفة توصل له خالص، فطلب منها انهم يروحوا على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ بالتغيب. وبعد مرور 5 ايام الصيادين يبلغوا الامن انهم لقوا اجزاء من جثة طافية على وش المية، وان باقي الجثة مربوطة بجنزير ومشدودة لتحت. الامن يوصل ويستخرج الجثة، والمعمل الجنائي يبدأ في شغله على طول، وبعد ما يخلص ينقلوا الجثة على الطب الشرعي اللي اثبت ان الشخص ده متوفي من 5 ايام، وان سبب الوفاة هو الخنق، يعني الشخص ده اتخنق ومات الاول وبعدين اترمى في المية. الامن يفحص كل بلاغات التغيب في الفترة دي لحد ما يلاقوا مواصفات تشبه الجثة اللي لقوها، وهو بلاغ التغيب الخاص بمحمد. فيتصلوا بوالده ويتصلوا برهان علشان يجوا، فأول ما يوصلوا ياخدوهم على المشرحة، وبمجرد ما والده وريهام يشوفوا الجثة يتعرفوا عليه. لكن رجال الأمن لفت انتباههم الطريقة اللي دخل بيها ريهام للمشرحة، شكلها طبيعي وكأنها عارفة ومتأكدة إنه محمد، فكان عندهم شك فيها، لكن سابوها تروح عادي علشان ما تحسش بأي حاجة. وبدأ الأمن يعمل تحريات كاملة عن ريهام، واللي اكتشف إن سلوكها مش مظبوط وإنها على
علاقات متعددة مع رجالة كتير في المنطقة، وإن أهالي المنطقة بلغوا الأمن إن ريهام كانت على علاقة بواحد اسمه شحاتة، وإن شحاتة ده صاحب جوزها. الأمن يعمل تحريات عن شحاتة ويتأكدوا إنهم فعلا كانوا على علاقة ببعض. يتم استدعاء شحاتة، لكنهم يقولوا له إن ريهام اعترفت عليه وقالت إن هو اللي قتل محمد. أول ما سمع شحاتة كده اعترف بكل حاجة، واتصدم بعد كده لما عرف إن ريهام أصلا ما قالتش ولا حاجة. وبعد المحاكمات وجمع كل الأدلة تم إصدار حكم الإعدام عليهم هما الاتنين. والحقيقة إن اللي لازم نفهمه من قصة ريهام إنك لو على علاقة بحد وشكيت في سلوكه ومتأكد ومعاك دليل انفصل عنه فورا. والدرس التاني والأهم، ما تدخلش حد بيتك خالص مهما كانت العلاقة بينكم إيه. البيوت لها حرمة. سلام عليكم.